السلام عليكم المشاهدين كاع لي زابوني اللي راكم تشوفوا فينا. اليوم بغيت نشارك معكم العشاء تاعي. شنو باغي ندير؟ غادي ندير الكتف. نو هذا الفخد، الفخد ماشي الكتف، استغفر الله، الفخد. الوغ هذا الفخد يعني راني فورته كما راكم تشوفوا، فورته في الكسكاس يعني بلا فابور، في الكسكاس في القدره والكسكاس عادي. درته بوندون اون اوغ اي دمي وهو يفور كيما نقولوا، درته من الفوق، درت له لو فيلم اليمونتير وخليته باش ما يدخل، باش ما يخرج هذاك البخار ما يخرج. كيما راكم تشوفوا راه طاب امبيكابل، راه طاب غايه يعني لا كويسون تاعها لي مانيفيك دروك. الوغ دروك بغيت نديره محمر، غادي نعاود ندخله في الفور باش يتحمر كيما غادي تشوفوا. هنا جي غاردي ان تي بو دو بويون باسكو انا كي غادي كي درته يفور درته بالماء يفور يعني الماء من تحت والكسكاس من الفوق، وغادي يعني البويون تاع لاصوص تاع اللحم غادي تهود على الماء. الوغ عطاتني هاد البويون، فوالا عطاتني هاد البويون. وهنا غادي ندير معكم، غادي نوريكم زعما غادي اكومبانيه مع لي باطات سوتي. غادي نوري لكم واحد الطريقه شابه بزاف تولوا ديروها، غادي تولوا ديروها سي با اوبليجي غير مع اللحم ميم هكا، يعني سورتو للناس اللي ما يبغوش الكغا بزاف، باسكو ما غاديش نديرها بالزيت، غادي نديرها غير بشويه تاع دهان. وهذا اوسي ما غاديش نديره بالزيت، هذا يعني ننصح الناس اللي يكونوا ديابيتيك وفيهم الكوليسترول هذا ما يديرو باش ياكلوه طاجين ولا مرقه ولا سي با لو بوت، باسكو يا بوكو دو غرا هكا يعني يتكل ناشف، والناس كاين بزاف لي يبغوا الغلمي و سي با اوتوريزي ليهم. جو بونس كوم سا سي ميو، كي ياكلوه كوم سا سي ميو. غادي نوري لكم كيفاش غادي ندير. انا جي غاردي هاد لو بتي بويون، هاد لو بتي بويون غادي باسكو هنا درت شويه تاع الملح، بصح الملح ما قعدليش باسكو دقت شويه ما قعدليش الملح. هنا في هاد لو بتي بويون غادي ندير الملح وغادي ندير الحرور وشويه تاع الكمون فوالا، وغادي نحطهم نكب عليه هنايا. غادي نوري لكم الطريقه ومن بعد ندير الدهان، وغادي نكردي لو غيست باش نكبه فوق البطاطا باش تعطيني ان تري بون غو ثاني لي باطات. دوك نوري لكم كيفاش غادي ندير. فوالا هنا في هاد البويون كيما قلت لكم راني درت شويه، درت شويه هاد لي زيرب اللي قلت لكم عليهم، اصبروا معدنوس، بصح نتوما تقدوا ديروا الفري، انا ما عنديش الفري بصح نتوما تقدوا ديروا الفري. ودرت شويه تاع الملح وشويه تاع الحرور وشويه تاع الكمون. دروك غادي ندير كمسة، غادي ناروزيه شويه باش ما يجينيش ناشف. انا مانيش لو بوت اللحم باش يجي ناشف، سي با لو بوت ياك، باسكو ما رانيش دايره الملح تانيك بزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا باسكو غادي من بعد غادي جو في غاردي هاد لاصوص باش كي نحط اللحم يعني نحطها فوقه شويه باش ما يجينيش ناشف، باسكو دي فوا ولينا ناكلوه ناشف يبغي يجيفنا. يعني هاد الناس يقولك درتيها نار وطار اللحم ما بقاش، معليش الا بقى لكم شي كتف ولا هيا زوقوا بيه، ديروا كيما هكا يعني استغلوه مشوي كامسا ناشف. دروك غادي ندير الدهان كامسا، غادي دروك نديره بالدهان كما راكم تشوفوا، وندخله للفور نخليه يطيب عادي، نخليه يطيب عادي باسكو ما تنسوش بلي لاصوص تانيك راه فيها لي داميتو. ندير هكا باش يطيح على ندير كامسا باش يطيح على الاخر كما راكم تشوفوا. غير باش يبس لي هاد الجلده اللي راهي من الفوق كما راكم تشوفوا. فوالا هيا ودروك غادي ندخله في الفور فوالا كما راكم تشوفوا. الوغ درت هذاك اللحم راه يطيب في الفور. وهنا هذيك لاصوص اللي بقات لي شويه ديت مغرف صغيره تاع تاع لا موتارد، دروك غادي نخلطها معاها بيان كوميفو، غادي نخلطها كمسا. غادي تعجبكم بزاف هاد لا غوسيت، وكي تجربوها ردوا لي الخبر. فوالا بغيت غير ندوق الملح باسكو ما درتش الملح في البطاطا، والبطاطا تبغي الملح كما تعرفوا.
هنا غادي جو راجوت ان تي بو فوالا الهضرو كي غادي ندير غادي ندير هكا بلا كويير ونبقى نكب عليها باغ كونط غادي نزيد شويه تاع لي زيرب فوالا دروك راني درت نحبس هذه باش تسمعوني يعني دروك راني درت الدهان هنايا كما راكم تشوفوا نقص عليه شويه تاع النار باش ما ينحرقش والبطاطا تاعنا هذه هي درت لها لي زيرب وهذيك لاصوص اللي وريت لكم فوالا ودروك غادي نديرها هكا تتقلى وغادي نسيو يعني ما نقلبوهاش بزاف يعني غير بالمقله كمصا ماشي بلا كويير كما راكم تشوفوا دروك نزيدها شويه تاع النار يعني باش تنقلى فوالا كيما راكم تشوفوا غادي دروك يعني غادي تنقلى غير في غرضها وتوك نوريها لكم يعني ما تقلبوهاش بال يعني بلا كويير ما تقلبوهاش باسكو غادي تتعجن فوالا يعني ابري انا نبقى ندير لها غير هكا غير بالمقله نبقى نقلب فيها وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي تاع لي بطاط كيفاش خرج فوالا هذا هو اللحم تاعنا شوفوا كيفاش تحمر والبطاطا تاعنا هذه هي شوفوا كيفاش جات فوالا شوفوا كيفاش جات البطاطا تاعنا جات حاجه من الفور يعني دروك غادي نكمل غير لا ديكو معاكم كما راكم تشوفوا اوبا طاحت لي فوالا نكمل لا ديكو كتروش بزاف وهنا كما راكم تشوفوا هنا درت شويه تاع هنا درت شويه تاع البرقوق انا نبغى البرقوق بصح الاخرين ما يبغوش الو غادي ندير غير حبات كمسا غير نزوقهم ومن بعد نزيد ومن بعد نديرها قدامي ونزيد هنا بغيت نوري لكم حاجه يعني اللحم يعني جا مشمخ باسكو خليت اون بوتيت صوص وكما راكم تشوفوا بيان باسكو عطيني تشوف فوالا يعني هنا اللحم كما راكم تشوفوا درت اون بوتيت صوص فيه من الفوق سقيته شويه باسكو من حمرته قعدت لي هذيك لاصوص اللي درت معاكم فوالا هذا هو الشكل النهائي جا حاجه من الفور يتفتت غادي نوري لكم يعني كيفاش فوالا شوفوا يتفتت فوالا نتمنى تكون عجبتكم هاد لا غوسيت وتجربوها وتجيكم بنينه فوالا وعندنا الكمون هنا اللي بغى يزيد الكمون باسكو الملح سي اسي درت اسي الملح سي بون والكمون اللي بغى يزيد يزيد الي بسلام عليكم هذا هو عشانا قلت لكم غادي نشارك معكم العشاء تاعي هذا هو العشاء ما بغيتش ندير لا سالاد باسكو سي بوكو ابري ما ناكلوهاش الي بسلام عليكم لا بروشين فوا ان شاء الله